1. ننتقل إلى رايتنج 2. طبعا رايتنج 2 تأتي كتابة قصة، ولكن صور هنا كما نلاحظ. هذا مثلا الطالب يجب أن يفهم الصور لكي يعرف أن يكتب، وعندما يفهم الصورة يكتب الأفعال أسفل الصورة كذا كتمهيد، لأن جملة بدون أفعال ما يصير. إذا طبعا الأفعال في الماضي. إذا لاحظ بأن أب وأم، أب وبنته ينظرون من خلال النافذة إلى الخارج. طبعا هنا جليد وتلوج، شافوا طيور. طبعا تأثرت البنت عندما رأت طيور وهي بردان، يعني تبحث عن مأوى في الحديقة، حديقة المنزل. ماذا قرر؟ قرر أن يصنع شيء معين. ما هو هذا الشيء؟ سنلاحظ ذلك. هذا نلاحظ بيت صغير. لماذا هذا البيت؟ يفهم الطالب ذلك أكيد للطيور، راحوا ثبتوه في الخارج وأتت الطيور واستخدمت هذا البيت. طبعا الصور 6، الطالب يفهمها قلنا. ثم يبدأ الكتابة. الآن سنبدأ الكتابة. طبعا يبدأ قلنا بالزمن. one cold winter، شتاء يعني بارد، يعني في يوم يعني من أيام الشتاء الباردة. it was snowing، كان الجو يعني صقيع، ينزل فيه صقيع، كانت يعني السماء تنزل صقيع. A man and his daughter، رجل وابنته، were standing beside the window، كانا يقفان بجانب النافذة. They saw some bears which seek out shelter، كانت يعني هم رأوا يعني بعض الطيور والتي تبحث عن مأوى. تبحث عن ماذا؟ مأوى. إذن هذه تكفي كمقدمة للقصة. خلاص فهمنا أنه هم شافوا يعني بعض الطيور وهي مسكينة تبحث عن مأوى هنا. إذا ماذا حدث بعد ذلك؟ إذا هي لاحظت من خلال النافذة ذلك، إذا أكيد هي ستطلب من أبيها يعني القيام بشيء ما. هنا جميل جدا أن يقتبس الطالب بعض، يعني يجيب اقتباسات، يعني يجيب من خياله بعض الاقتباسات. هذا بنخليها باللون الأخضر. ماذا تقول البنت؟ The bears are looking for warmth، إذا الطيور تبحث عن دفء. هنا ليست صفة، warm صفة، لكن warmth هو الدفء. إذا هذا كلام البنت. The daughter said، قالت البنت، وتواصل البنت الحديث. هذا كلام البنت. يمكن الطالب يعني يجيب هذه الاقتباسات مهمة جدا. Why don't we build a bird shelter for them؟ إذا هنا تقترح الطفلة أو البنت على أبيها هذا، لماذا لا نبني يعني بيت للطيور؟ إذا نبني لها بيت للطيور، يعني هذا البيت شيلتر، بيرد شيلتر اسمه. She suggested، اقترحت. So they both decided to build the shelter، لذلك قررا كلاهما أن يقوما ببناء هذا الشيلتر. طبعا خلاص قرروا. إذا ها هي تقترح على أبيها في الصورة، وخلاص الحين باشروا بعمل هذا الشيلتر، البيرد شيلتر. ينتقل الطالب إلى باراجراف جديدة. The man got some wood، أكيد أحضر الرجل قبل أن يبدأوا بعض الأخشاب. Some wood، the man got some wood and started building the shelter، وبدأ ببناء ذلك البيت للطيور. His daughter helped him، ابنته ساعدته. طبعا سأعود إلى البداية لنحدد هل الأفعال في الماضي. نعم، هنا was، لكي يفهم الطالب أن الأفعال يجب أن تكون في الماضي. His daughter were، نلاحظ هنا were، كانوا مستمرين. Were standing beside the window. They saw، نلاحظ الفعل saw وليس see، some bears which seek to out shelter. هنا طبعا الاقتباس يكون في المضارع. The daughter said، نلاحظ said في الماضي. She suggested، اقترحت في الماضي. Decided، نلاحظ في الماضي. هنا build طبعا ليست في الماضي، هنا infinitive لأن سبقتها to. هذا لا يهمنا الآن. الآن يهمنا القصة أنها تكون أفعال في الماضي. The man got some wood، طبعا got يعني أحضر. And started، نحط فعل في الماضي. Started building the shelter، بدأ ببناء shelter. His daughter helped him، ابنته ساعدته. طبعا هنا اقتباس finished، هنا اقتباس.
نلاحظ هنا اقتباس. إذا كلام الأب يقول finished، انتهينا. The father said، يعني هذا كلام الأب يقول انتهينا. Let's paint it black، said the daughter. هذا اقتباس البنت، تقول دعنا نطليه باللون الأسود، said the daughter. Why، الأب استغرب، لماذا؟ The father asked، قال لماذا؟ فردت البنت the daughter said to make it attract the birds، عشان نخليه يجذب يعني الطيور، لما يكون شكله أسود وجميل وينشف وسط البياض أو في الثلج أكيد بتشوف الطيور وبيجذبها، أو to make it clear for the birds، يعني نخليه واضح. المهم هذا يعني نحاول نجيب أي كلام، يعني من لما نشوف الصور نحاول، يحاول الطالب يفكر ايش ممكن هذه قالت لأبيها، ايش ممكن هنا تقول لأبيها، يعني يحاول، او هنا تقول I will help you dad مثلا. الطالب يحاول يعني يجيب عبارات يقتبسها عشان تكون يعني القصة interesting، شيقة. The father and his daughter took، اخذ، طبعا الافعال في الماضي، the bird shelter، هذا يعني البيت العصافير، to the garden and they fixed it، إذا في الماضي، on a piece of wood، إذا ثبتوه على قطعة خشب، هما ثبتوه على قطعة الخشب. طبعا الأفعال من أول مجهزينهم، الطالب المفروض كاتبين تحت الصور. زين، dad، نلاحظ هنا مرة اقتباس، هنا اقتباس البنت. إذا حاول طلب أي طريقة إنه يجيب كلام يعني اقتباسات. أبي do you think the bears will like it، هل تعتقد بأن الطيور سوف يعجبها هذا البيت الذي صنعناه وثبتناه؟ she asked، طبعا أفعال في الماضي، she asked. رد الأب of course they will، طبعا يعني كأنه يقول إن شاء الله، إذا هذا اقتباس كلام الأب. replied the father، رد الأب طبعا في الماضي. later، ماذا حدث بعد ذلك؟ طبعا يحاول الطالب ما يكثر واجد في كل فقرة، أشياء بسيطة في كل فقرة، يعني ينظم يعني كتابته في فقرات جميلة. later the bear started to come، بدأت to the shelter، طبعا come جاءت مصدر قبلها to، they entered، دخلت inside it، دخلت داخل هذا يعني البيت اللي مصنوع اللي صنعوه، and the shelter kept them warm، وأبقاهم يعني أبقى الطيور، يعني هذا them طبعا ضمير الطيور، دافئة، أبقاهم دافئة. the daughter and her father were very happy، كانا سعيدين. إذا هذا يكفي جدا، يعني كثير جدا يعتبر يكفي. إذا أهم شيء إنه التنظيم، نلاحظ هنا التنظيم، الطالب يحاول ينظم كما نلاحظ، يعمل هنا indent مسافة بداية كل فقرة كما نلاحظ هنا. أيضا الاقتباس باللون الأخضر، نلاحظ يجعل يعني القصة شيقة وجميلة. إذا هذا فيما يتعلق بكتابة القصة، في أمان الله تعالى.